السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا أخي محمد صابر السنقري. يسأل السائل: هل يلزم أن نصوم يوم السبت؟ وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يفيد أننا نصوم يوما بعد عاشوراء؟ أقول عن الحديث فهو ضعيف، وعن الإلزام بالصيام غدا ليس بملزم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. كان عندي سؤال بعد إذنك. رجل مسلم الحمد لله يحافظ دوما على صلاة العشاء والفجر في جماعة. ايوه، ارفع السماعة وتكلم لو سمحت، لأن الصوت عامل صدى. رجل يحافظ على صلاة الفجر والعشاء في جماعة دوما دوما باستمرار، ولكن أحيانا يقصر في صلاة الظهر والعصر فيصلي في البيت. والله انا يعني طبعا، هل يخرج من شبهة نفاق او رياء او هو ضعف ايمان؟ نعم، يعني انا بسال قوة الايمان. يقول اثقل صلاة ما تكون الفجر ولا العشاء. لا برضه هذا، يعني لما انت تعرف ان المؤذن يقول حي على الصلاة وتصلي في بيتك، وتعرف ان صلاتك في المسجد 27 درجة وصلاتك في البيت درجة ولا تجيب، ضعف إيمان. ده فضلا عن التأثيم عند من يرى وجوب الجماعة. نعم. هل يجوز بعد حساب مقدار الزكاة أن توزع مفرقة على مدار الحول على مستحقيها الشرعيين؟ إذا كان هذا مقدما فلا بأس بذلك، إذا كان مؤخرا لا يجوز إلا بضوابط، منها عدم وجود المصرف المستحق، منها وجود المصرف لكنه سفيه، ويلزم حينئذ أن تنحيها عن سائر مالك، وبالله تعالى التوفيق. نعم. هل يجوز؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. على مولانا. تفضل. تفضل. عليكم السلام. ما سؤالك يا أخي؟ سمحت يا شيخ، والله كنت عايز أسألك عن سؤالين. تفضل. أنا خاطب وأنا حاليا في السعودية. طيب. هل كلامي مع خطيبتي هل في حرمانية؟ خاطب أو عاقد؟
نعم خاطب او عاقد؟ خاطب او عاقد كاتب كتابك و... خاطب الولدان. المرأة اجنبية عنك ولا تكلمها الا للحاجة وللضرورة، الا لانها اجنبية، ما زالت اجنبية عنك. سلام جزاك الله وياك. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كان والدي الله يرحمه كان هو اللي متولي أمور جدتي. والدك كان يتولى أمور جدتك، الله يرحمه. فجاء والدي توفى. الله يرحمه. فجدتي دي كانت فقد الوعي، كان عندها حوالي 84 سنة. طيب. يا دوبك يعني تندع على شخص معين يدخلها الحمام، كانت جليسة كانت قعيدة. نعم وبعد؟ فجي بعد ما والدي توفى كان جدتي لها رصين أرض. أيوة. أعمامي قعدوا اتفقوا إن هما هيقسموا الرصين بتوعها منعا للخلافات والصراعات. قبل أن تموت هي؟ قبل أن تموت. وقبل أن يموت أبوك؟ لا، بعد أن مات أبي. أبي كان قايل إن محدش ليه دعوة بحق أمي إلا لما تموت من ورث بعد ما تموت. ماشي. فجي لما ماتت جدتي فعمامي اتفقوا إن هما يقسموا حقها. ماشي. فهم سألوا، هما كانوا بيقولوا إن إحنا مالناش في الورث، فسألوا شيخ في القرية قال لهم لا ليهم. فانا بسال في الورث اللي احنا خدناه من جدتي، احنا ما خدناها تمضي دون وعيها. لا، هو ليس ورثا، هذا الان لا يعد ورثا لان ما زالت على قيد الحياه، فسيعد هبه. بس هي كانت تفضل الوعي. أيوة، يعني هبه الارض لا يسمى ميراث. تمام، يعني خلاص احنا سمعنا الصدمه، ما في مشكله خلاص، لان هذا ورث ليس بيورث. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أم الشيخ مصطفى بعد إذنك. تفضل. وفي حديث أو في دليل مثلا بعد تغسيل الميت يجيب مثلا زوجته مثلا تبرئ ذمته أو تعفيه أو أولاده؟ لا لا يلزم، لا يلزم، لكن إن فعل ما نستطيع أن ننكر. احنا معانا المشايخ كل ما نيجي نغسل واحد ميت يجيبوا زوجته أولاده وأخواته يجيبوا لك. لا تكن عادة مستمرة. شكرا يا أستاذ. الله يبارك فيك. شكرا يا مستر. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شيخ عندي سؤال كده، معلش. اسال. هما سؤالين. اول سؤال يا شيخ، دلوقتي يعني الاستغفار، الايه فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا، يعني بيبقى في رزق من الاستغفار. يعني لما بستغفر ربنا بيرزقني. سؤالي بقى يا شيخ دلوقتي، لازم الاستغفار ده يعني انا لما بستغفر ما بحسش ان انا يعني اللي هو مستمتع بالاستغفار كده، لان انا ممكن يكون قلبي فيه حاجه مثلا. استغفر ايضا، استغفر ايضا ولا توسوس. تمام ماشي يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. انا بحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. ليه رجاء عند حضرتك بس إنك تدعو لأمي بالرحمة والمغفرة يتوفاها الله أمس، وعايز حضرتك تقول لي حاجة بس تصبرني على فراقها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. أمك لن تنتفع ببكائك، لكن تنتفع بدعائك وتنتفع بصلاحك إن شاء الله. فتصدق عنها واستغفر لها وقلل يعني من البكاء والنياحة، ارضى بقضاء الله وادعو لها. الحمد لله، ادعو لها يا شيخ. الله يرحمها أمتنا وأمهات المسلمين جميعا. بارك الله فيك يا أخي ياسر عسل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
بقول لك يا شيخ، هو ينفع قضاء يوم عاشوراء يوم تاني بعده؟ لا خلاص كده، وكده خلاص انتهى. انتهى عاشوراء، والفضيلة في يوم عاشوراء. طب وينفع صوم بكرة يوم اللي هو 11 ولا ثم مكان 10 يعني، ولا إضافة؟ إضافة يعني؟ حتى كما تحب، تحب تصوم تصوم، من المحرم. ماشي يا شيخ. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا من صلاتك حياتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي فضلتك؟ الحمد لله أنا بخير. يا رب دايما بخير وسعادة. أنا كنت مسافر من القاهرة إلى الإسكندرية. من القاهرة إلى ماذا؟ من القاهرة إلى الإسكندرية. من القاهرة إلى الإسكندرية. ها، فكان ميعاد السفر الساعة 10 صباحا، طيب. وكنت راكب يعني عربية مش حديثة فبتمشي براحتها. فوصلت حوالي الساعة 2 الظهر، طيب. فأصلي طبعا الظهر مع العصر قصرا. أنت كنت راكب من القاهرة الإسكندرية اليوم يوم الجمعة يعني ولا متى؟ لا لا، يوم عادي خالص، يوم طبيعي، آه. اليوم 3 كده. يعني إيه المطلوب يعني؟ المطلوب أنت من الإسكندرية ولا من القاهرة؟ لا، ما أنا من القاهرة. وسافرت للإسكندرية ولم تصلي الظهر في الطريق، مظبوط. وتريد أن تسأل عن صلاة الظهر مع العصر في الإسكندرية لأنك مسافر إليها لست من أهلها. ماشي. طب لا بأس، السنة، لا بأس، والسنة السنة كما تحب. السنة لما نصلي في الطريق، كل السنة تسعى كل هذا. ممكن أنا تصلي في بعد الصلاة أصلي السنة عادي، ها؟ بعد الصلاة أصلي السنة، سنة الظهر. أنت تقصد السنة، أيوة، النوافل، النوافل. ماشي. ما أنا أيوة أيوة، أنا كنت ظننتك بتقول السنة يعني شيء آخر. النوافل لا بأس، إذا أحببت أن تصليها صليها، أحببت أن تتركها تركتها، وصلاتها أفضل. أنا سؤالي يعني هل تصلى السنة في السفر باختصارا؟ أيوة تمام. أنا صليت الظهر تمام في اسكندرية، وصلت وصليت الظهر. أصلي السنة ولا أصلي العصر مباشرة؟ لا، صلى العصر مباشرة، نجمع. إذا كنت تحب تجمع، ولا حبيت تنتظر بالعصر إلى وقته انتظرت، لأن صلاة كل صلاة في وقتها أفضل. ايوه ماشي تمام. لكن صلاة السنة بعد صلاة الظهر مباشرة، ولا نعم، بعد استنى العصر؟ ده أفضل. الله يبارك لك يا عم الشيخ. الله يكرمك. امرأة نوت الصيام وصامت إلى بعد الظهر وأتاها الحيض، تفطر. لا لا، ما يلزمها أن تمسك إلى المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل، الله يحفظك. السلام عليكم شيخنا، ربنا يبارك فيك ويجزاك الله خير. يا رب. هنا في أحد البرامج، ندخل في هذا البرنامج الحوار مع الرافضة. فيأتي بعض الإخوة جزاهم الله عنا خيرا يدعموننا بأموال، فهل يحق لنا أن نأخذ هذه الأموال؟ فقلت لهم إخواننا، هذا ليس من باب الصدقات وليس من باب التشجيع، ولكن باب الصدقات معروف، فهل تدخل يعني هذه زكوات مال؟ لا تجوز زكوات المال. نعم؟ لا تجوز زكوات الأموال في الفضائيات. في احد البرامج، في احد البرامج اي برنامج لا تجوز فيه زكاة المال والصدقات يا شيخنا؟ الصدقة الامر فيها واسع. نعم، الله يسلمك، جزاك الله. حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم، نحبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. ارسل لك تحيات من صعيد مصر، تحديدا محافظة الاقصر. الله يحفظكم ويسلمك يمكن من السؤال المكروه. لدي عدة أسئلة يا شيخ. تفضل. أولا يا شيخ، ما حكم بلع النخامة؟ مرحبا وأهلا وسهلا، لا تبلع النخامة في الصلاة أو الصيام؟ عموما استطعت أن تدفعها دفعتها، بلعتها لن تفطر. وفي الصلاة لا تبطلها؟ لا تبطلها، بس حاول تدفعها. والسؤال الآخر يا شيخ، بالنسبة للبنوك الإسلامية، ما في بنوك إسلامية، هذه خديعة. يعني يا شيخ، لو لدي مال أودعه أفضل في هذه البنوك أم البنوك؟ لا تودعه في أي بنوك. ماشي يا شيخ، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا. بعد إذن حضرتك، وأنا دلوقتي بحفظ الحمد لله القرآن يعني، وقربت أختم، فإن شاء الله بعد الختمة الواحد عايز
يعني يطلب علم أكثر ويعرف، فحضرتك تنصح بإيه بعد إن شاء الله؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب العزيز، عندك البخاري ومسلم في كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وما فيش نصيحة طيب بحضرتك كده يعني واحنا عايشين في الطريق كده، ربنا يبارك في علم حضرتك. ترتب لسانك بذكر الله دايما، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله، نفع شيء طيب نافع. الحمد لله. لا تمل أبدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك كثيرا، وذاكرين الله كثيرا. دايما رتب لسانك بذكر الله، لا تنيا في ذكري، كما قال الله تعالى لموسى وهارون. نعم لك، جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا دلوقتي جيش. أنت في الجيش عسكري؟ اه بالظبط. مرحبا عسكري، تفضل. المكان اللي أنا بخدم فيه مكان معزول في الصحراء، يعني في قلب صحراء. طيب. وكل اللي معايا عساكر اللي معايا 20 عسكري، يعني ما يتمش 20 واحد يعني. بنصلي الجمعة يا شيخ، يعني مش كله بيصلي هناك، احنا اللي بيصلوا بيتعدوا على الصوابع بتاعي 3-4 بالكتير. يا لطيف يا رب. صلاة الجمعة بنصليها هناك الظهر، هل ده يجوز ولا علينا؟ يجوز، وإذا صليتموها جمعة حتى لو مع سنين ما في أحسن. تمام تمام. السلام عليكم وحفظك الله يا صلاح الشريف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. الله وأنت كذلك يا رب. شيخنا كنت عايز أسأل حضرتك عن حديث صحيح مسلم، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذني. صحيح مسلم. نعم. على أي شأن تستخبر؟ هو في صحيح مسلم. الحديث صحيح؟ سنده صحيح. السند صحيح مسلم صحيح؟ أيوه سنده صحيح. نعم يا شيخ. ونضر الله وجهك يا محمود بن سامح أبو جبل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا فضيلة الشيخ؟ طيب الحمد لله. دايما يا رب. معلش عندي استفسار بسيط من حضرتك. تفضلي. انا جوزي من فتره طويله، يعني تقريبا من 20 سنه، كان اشترى عربيه لاخوه علشان يشتغل عليها ويصرف عليها على عياله، لان احنا كنا مسافرين. اتفق معاه انني بعد ما اخد ربع العربيه، فبعد لا عفوا 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 عيد السؤال. جوزي كان اشترى عربية لأخوه من 20 سنة. زوجك اشترى سيارة لأخيه منذ 20 سنة. اه من فلوسه. من فلوس الزوج يعني ولا ايه؟ كان هو مسافر واشترى العربية عشان قال له يعني يصرف عليها هو ومراته وعياله، وهو كان قاعد في مصر واحنا كنا مسافرين. طيب الحمد لله. تديني الربع في العربية. يعني عفوا عفوا انت دخلتي طوخ في ملوخ. يعني زوجك اشتراها له، أصبحت ملكا ووهبها لأخيه. لا لا لا، هو اشتراها، يعني هي بتاعة جوزي، بس هو يسد القسط اللي عليها يا فضيلة الشيخ. طلب من أخيه إنه يسد القسط. أيوه القسط بتاعها. طيب يعني مش متفضلين أو يعني يعني أنتم مش متفضلين، دفع المقدمة وقال لأخوه سدد أنت الأقساط. وأخوه قال له أنا هسدد يبقى إيه اللي يقول لي الربع فيها. طيب. بعد منها بسنة قرر ان هو يسافر ويبيع السيارة اللي هو اخوه. فضحى ب55,000 جنيه. طيب. اخوه الثاني حطهم الفلوس في البنك، وبعد منها فتره اشترى حته في ارض النا، فطبعا هو ما ذكرش ان هو اختي الكريمه. ده قصه ثانيه، ما دي مشكله قضيه لازم تسمع فيها الاطراف. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف فضيلتك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب دايما يا رب. بقول لك يا شيخ، صيام تسوع وعاشورة أفضل ولا عاشورة فقط؟ صوم يومين أحسن ما صوم يوم. تسوع وعاشورة أفضل.
تمام. طبعا يلزم في صلاة الاستخارة رؤية؟ لا، ما ورد أنه يلزم أن نرى رؤية في صلاة الاستخارة. طيب في صلاة الاستخارة بين أمرين ولا بين أمر واحد؟ إذا هم أحدكم بالأمر كله جائز، هي دعاء. تمام، شكرا لفضيلتك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جواب يا شيخ بيربي كلاب على الإحسان. فوق السطح كلاب مفترسة. نعم. جاري جارك ماله؟ جاري جارك ماله عنده كلاب على السطح. بيربيها للبيع والشراء. ايوه، وبعد؟ فانا بلغت انها بتعمل لي ازعاج في النوم بتاعي وفي النهموش والناموس. ايوه. فهو ما خدش خطوة، بيزيد بيتمادى في الموضوع، فاعمل معاه ايه؟ والله يكلم ناس طيبين يكلموه. ما جابوش معاه اي حاجة. بلغ فيه، قدم فيه شكوى للحكومة. ابلغ فيه شكوى؟ هتعمل ايه؟ تمام ماشي. رفض يعني مؤذي وجايب كلاب على السطح يتجر فيها، كلاب عاملة ازعاج وعاملة هموش، ماذا يصنع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال. اتفضلي. كنت عاملة جروب على الواتس. ما ينفعش تقول عاملة مجموعة، لازم نقول جروب بالعجم يعني. ماشي، حاضر ماشي. كنت عاملة مجموعة على الواتس انا واصحابي، وكان نظام المجموعة اللي هو ان احنا بنتابع فيه الصلوات، وبنتابع كل يوم ببعت فيه صفحة للقرآن بنقرأها، واللي مثلا تفوتها صلاة فجر مثلا تصلي 10 ركعات، لو فضلت تزود في صلاتين صلاة الفجر تصوم بقى وتصلي 12 ركعة. تريد تدخلوا في عبادة الناس، ليس لكم ذلك ولم يفعل ذلك الصحابة. لماذا تتدخلوا في عبادة الناس؟ اللي ما تصليش الفجر غرام انها تصلي 10 ركعات، ايه دخلك بهذا الكلام؟ انتوا تنصحوا فقط، تتعلموا القرآن سويا، يذكر بعضكم بعضا بالصلاة، لكن غرامة اللي ما تصليش الفجر تصلي 10 ركعات، ايه الكلام ده؟ ما على السنة. شكرا. نقل جروب اللي انتوا تسموه جروب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا يا شيخنا. الله يبارك فيك. الله يرضى عنك. يا شيخ لو سمحت، معايا مسألة تخص بيت أبويا. كان والدي اشترى حتة أرض أربع قراريط. فكان لي أخ يعني عمل عطى سهم فيها، فوالدي قال له أنا هديلك وجهة الأرض. قال له تمام. فإخواتي دلوقتي في أخ ليا رافض ان هو اخ ليه رافض ان هو يعطيله حته ارض، رافضها وعايز ياخد حته تاني مكانها. يا اختي دي قضايا ما استطيع اتكلم فيها في الهاتف، دي قضايا تسمع فيها الاطراف. طيب. الماليات ماليات مالنا فيها كده، لازم تسمع الاطراف كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا ام تامر، كلامك صحيح، تفضل يا حبيب. على اي اساس تحسب نفقه المتعه للزوجه؟ على حال الزوج وحال الزوجة. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. ولا ضرر ولا ضرار. متوسط مثلا تقريبا. ما فيش، أنا بقول لك على حسب. زوج مليونير ليس كالزوج الذي بيقبض في الشهر 1000 جنيه. هم مثلا بيصرفوا في الشهر في المؤسسة. يا حبيبي هذه قلت لك على حسب حالهما معا. اصل انا رايح احكم بينهم دلوقتي. لا لازم تسمع جيدا. السلام عليكم. اقول لك ايه بس، من كيف ارتجل في الفتوى؟ السلام عليكم. السلام عليكم. يا هادي يا رب. السلام عليكم يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أخي خطب بنتا وسيكون هناك موسيقى، هل يجوز أن نضع سماعات في أذني؟ لا تذهبي من الأصل، الله يحفظك. تقول، يقول أخي خطب بنتا طيبة ومن عائلة طيبة، لكن قالت لي في الخطوبة الرسمية ستضع كاسيت لأغاني موسيقية بدون اختلاط فقط بين النساء، وأنا مضطرة لذهب. لا تذهبي، إنه أخي الوحيد، لا تذهبي، لا تبارك الموسيقى. الأسئلة يا عبد الرحمن. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم شيخ. أنا شاب عندي 16 سنة، والحمد لله منتظم في الصلاة في المسجد في الصف الأول. فساعات مثلا هو لو مثلا في يعني رجل كبير يعني، أو مثلا إمام المسجد قال لي ارجع ورا من الصف، هل أرجع ورا ولا أقول له لأ؟ هتقول له لا ليه بس، ما تعملش مشاكل، خليك مؤدب ومهذب خلاص. ارجع ورا يعني من الصف؟ ما ارجع ورا مش مشكله، بس بينك وبينه بالحسنى، لما طلبت مني ان ارجع بعد كذا؟ ايوه بس بالحسنى يعني. الله يسلمك. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا. نعم يا حبيبي. في لي صلاه قضاء، فكنت اصلي مع الجماعه الاولى والجماعه الثانيه اصلي صلاه القضاء، عادي ولا؟ ما في مشكلة. تمام يا شيخ مطلب، لو فاتتني ثلاث ركعات في العشاء أو في المغرب كيف أصلي؟ ما فاتكم فأتموا. نعم كيف يعني؟ أنا كنت أصلي مثلا الذي فاتني الأولى، بعد كده مثلا لو فاتني ثلاثة التي صليتها في جماعة الأولى، بعد كده الثانية، بعد كده الثالثة، بعد كده الرابعة. طيب المشكلة؟ ما في مشكلة؟ أنت صليت واحدة معهم، تأتي بثلاثة بعد ذلك. نعم أتي الثلاثة التي أتي بهم، مثلا التي صليتها معهم هي الأولى، بعد كده الثلاثة بالترتيب، الثانية، الثالثة، الرابعة. أي نعم. وأصلي جهرا عشان السحر؟ لا لا، ما يلزم المنفرد أن يصلي جهرا. حتى لو كانت عليه جهرا ما صلي. ما يلزم المنفرد أن يصلي جهرا، أنت في الجماعة تصلي جهرا ولا سرا؟ الجماعة على الشيخ يصلي جهرا ولا يصلي؟ أي الشيخ يصلي جهرا، لكن أنت منفرد تصلي سرا. يعني حتى لو كانت عليه الصلاة الفائتة. الله يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الهادي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا الشيخ مصطفى. تفضل يا حبيبي. حياك الله. وحياك. ولا حضرتك، لو ان شخصا شرى شقه وليس عنده اولاد وحب ان يكتب الشقه لاربعه البنات كهبه يعني، هل هذا يجوز؟ له ام واب. نعم. له ام واب على قيد الحياه. لو يا شيخنا له ام واب على قيد الحياه. لا لا. ولماذا يكتب الشقه للبنات؟ ما الحامل له على ذلك؟ علشان هو ما عندوش الا بنات بس، وفي مشاكل مع اخواته ومش راضيين يخلصوهم البيت وكده، ومشاكل جامده يعني. ولو جرى له حاجه هيطلعوا البيت بالبنات بالبوم. اذا كانت هناك ضروره داعيه الى ذلك تكون هبه في الحياه الدنيا. نعم. وربنا لا يبتلي بزوج بنت مقرف يبهدل الدنيا تاني. هو المشكله ان لان اذا كتب لبنت من البنات وبعدين اتزوجت واحد شرير او واحد يعني متعب، يدخل في البيت ويتعب الجميع. يعني ممكن يكتب ما يكتب لاي احد اي شيء، سيبها لله. ما عملنا حاجه يا مصطفى ابن انور، ما اتصلنا على احد، لكن جزاك الله خير. اقول كلمه بشان الحر يا عبد الرحمن. اقول كلمه بشان الحر يا عبد الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعلم مباداهة أنه لا يحدث شيء في هذا الكون وفي هذه الحياة الدنيا إلا بتقدير من الله سبحانه. لا يشتد الحر ولا يهدأ ولا يقل إلا بإذن الله. وقد علمنا أن الشمس مسخرة وأن القمر مسخر.
وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل النار بردا وسلاما، كما قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتحولت النار المحرقة إلى برد وسلام. وقد علمنا أن الله أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. علمنا ذلك، وعلمنا من كتاب ربنا أن الله يذكر بنار الآخرة، كما قال: أفرأيتم النار التي تورون، إلى أن قال: إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة بنار الآخرة. فالحر يذكر بحر جهنم حتى نتعوذ بالله منه. العالم الآن سواء كانت الأمم المتحدة أو الناس أو إلى آخره لا يردون الأمر لله، فالله هو الذي أتى بالحر، وهو الذي يقدر على أن يصرف هذا الحر، هو القادر على ذلك. فالناس في غفلة من هذا، ولم نقف على أحد يقول: يا ناس قوموا وقول يا رب قلل هذا الحر، يا رب يضبط الجو، يا رب يلين الجو، يا رب يرطب الجو. ما وجدنا أحدا، إنما كلها تفسيرات علمانية بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. نحن كمسلمين نوقن أن كل حدث يحدث في الدنيا بإذن الله. لقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل الأحداث التي تجري مقدرة ومكتوبة، وعلينا أن ندعو ربنا وأن نرجع إليه حتى يخفف عنا هذه الابتلاءات. المصائب ومنها الحر الشديد والبرد الشديد كلها تأتي لإرجاع الناس إلى ربهم سبحانه، ولكن الناس لا يعقلون. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد المنتشر في العالم والمحادثة والمشاققة لرب العالمين ولرسله الكرام ولرسولنا الأمين، كل هذه موجبات عذاب. علينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفره منها. فالذي يحدث في العالم من بعد عن كتاب الله وسنة رسول الله، من استباحة للمحرمات كالزنا والخمر والفجور والربا وغير ذلك، ومن استباحات متوالية للمحرمات من أفعال قوم لوط والإقرار عليها والتنظير لها والدفاع عنها، من الربا المتفشي والتبرج المنتشر، كل هذا فساد مؤذن بالعقاب. يا أهل الإسلام، أنتم تعرفون الله وتعرفون أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، فلا تنخدعوا بالإعلام العلماني الفاسد الذي لا يذكر بالله، لا يذكر أبدا بالله. ارجعوا إلى ربكم وتوبوا من ذنوبكم، لا تكونوا كأهل الجهل وأهل الغباء، ولا تكونوا كالبهائم التي لا تدري لما فعل بها هذا أو لم يفعل بها هذا. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، كونوا على صلة بالله سبحانه، وأيقنوا أن ما يحدث لا يحدث خبط عشواء، لا يحدث أبدا خبط عشواء. فانتبهوا، القادر على إزالة الحر هو الله، والقادر على شدته هو الله. فالجو إلى الله واستغفروه من ذنوبكم، وأقبلوا على
كتابه وسنة رسوله وأقبلوا على الاستغفار. وقد يكون الناس كلهم في بلاء وأنت في خير، وأنت في خير. الله قال: يقلب الله الليل والنهار، اذكروا حر النار والعياذ بالله وتذكروه. إن النبي قال: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فأبلغ بي من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون. وفي بعض الروايات: حتى يصل العرق إلى كعبيه، حتى يصل العرق إلى ركبتيه، حتى يصل العرق إلى حقويه. انتبهوا أن الإسلام، العلمانيون يؤولون تأويلات فاسدة لا يردون الأمر إلى الله سبحانه. ونحن نعلم أن الذي يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل هو الله، وأنه فعال لما يريد. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. اذكروا ربكم، اذكروا الآيات والأحاديث الواردة في شأن الآخرة، اعملوا صالحا لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله دايما يا رب. لو سمحت يا شيخ، انا كان عندي سؤال. اتفضل. بخصوص الكلاب. ها؟ بخصوص الكلاب، احنا عندنا مصنع وجبنا فيه كلبين للحراسة. طيب. فالكلبين دول تعبوا كده، وبنصرف عليهم مصاريف اكل كتيرة، عشان هم ما شاء الله يعني كلاب للحراسة بس، فبتاكل كتير وكده. فان شاء الله فيما بعد لما يجي منهم خلفة كنا بنفكر نبيع. انتم سألتم هذا السؤال منذ يومين، وقلنا لكم ان جماهير من العلماء على منع بيع الكلاب عموما، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. المالكية فريق منهم يقول بالجواز إذا كانت للحراسة أو للصيد، إذا كان أو للماشية. قالوا لأن الله رخص في اقتنائها، فمن ثم يرخص في بيعها. لكن الجمهور قالوا بتحريم بيع الكلاب عموما، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ ازيك؟ ما معنى ازيك؟ كيف حالك؟ احسن او ازيك؟ كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله. يا شيخ، لي امنية اتمنى وبشدة. اتمنى حدوثها بشدة بشدة يا شيخ. والله يا شيخ قد قرب وقتها، يعني بعدة ايام، بعض ايام. وانا خايف جدا وما بيدي شيء. ما الموضوع؟ سعيد في كل شيء ممكن في سبيل الوصول ليها وتحقيقها، لكن كل المحاولات فشلت بنا. المحاولات في ماذا؟ مش فاهم. حاولت ان انا اسعى بكل المتاح في يدي ان انا اوصل لحاجه زي ان انا اقدر اوصل في الطريقه يعني. طريق ماذا؟ مش فاهم. انا مش فاهم الموضوع يعني. تكلم عن ايه؟ مش فاهم. حاولت يا شيخ والله ان اوصل لان انا احقق ان انا اوصل ان انا اتقدم في طريق الموضوع دوت، لكن كل الطرق وكل الابواب اللي حاولت فيها اتقفلت. موضوع ايه الموضوع؟ عروسه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا لا، ما يعني حاجه شبيهه بذلك. ماشي ماشي. دلوقتي يا شيخ انا بارك الله فيك، انا في امس الحاجه اللي صححتك في هذا الحال. انا ما انا عارف ايه الموضوع. اذا كنت ممكن تدعو بدعوه فيها اسم او قطيعه رحم، قل يا رب باب الله لا يغلق. بس هذا هو. اعذرني يا مصطفى بن انور الديب، ليست كل الافكار تتحد في علاجات امور معينه. ربنا خلقنا اطوارا يا مصطفى الديب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بعد اذنك يا شيخ، ربنا عز وجل يقول في القرآن: أبناء نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية تانية: نحن نرزقهم وإياكم. كله كلام ربنا، ما في مشكلة. أنا عندي إشكال. لا، سيكون عندك إشكال. بشوف قرش ما
ها؟ عندهم ولدين وثلاثة وبيكونوا في فقر جديد لدرجة إن الأبناء جسمهم بيبقى معظم من الفقر وقلة الأكل. فأنا بحس إن مش عارفة هذه ابتلاءات يبتلي الله بها العباد حتى تشكر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ نعم. شو مصطفى هذا؟ ايوه نعم. شو مصطفى؟ ايوه جزاك الله خيرا. يا شيخ مصطفى كل من قال لا اله الا الله في الجنة ان شاء الله. اي بس ممكن يعذب اذا كان حرامي مثلا، افرض انه حرامي وسرقني. لا يا شيخ مصطفى، افرض انه حرامي وسرقك، كل ما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه باذن الله الا اذا كانت العباد عنده حقوق. ايوه، وبعدين اذا فرط في امر الله ايضا يحاسب. قال لا اله الا الله وسرق وزنى، قال لا اله الا الله وترك الصلاه، هذا يعذب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك في واحد كان بيشتغل في الخليج، في دولة من دول الخليج، ومتجوز اثنين وكانوا عايشين معاه الاثنين هناك. دلوقتي واحدة منهم نزلت مصر مع أولادها لأنهم كبروا ودخلوا جامعات، وبعدين هي بتلزمه بأن هي عايزة تروح هناك وتسيب الأولاد هنا، وهو برضو يعني بيديها حقوقها وهي هنا برضو، وبيجي يعني كل فرصة يعني تجيله أجازة أي حاجة بينزل عشان خاطر برضو يعني ده حق ربنا وحقها. فهي بتقول له أنت كده ظالم، فهو مصدر رزقه هو ده، يعني ما فيش غير هو ده، مش قادر يسيب مصدر رزقه ويجي يقعد بالأسرتين هنا. فهو هل كده هو يبقى ظالم؟ لا، يعني الله يعلم المفسد من المصلح. ما يعني أليست هي أيضا مسؤولة عن رعيتها؟ يعني هو الآن له عذره، الأولاد كم أعمارهم يا أختي؟ هما دخلوا جامعات يعني واحدة ورا الثانية بتنزل، وفي الآخر نزلوا بقى كلهم نهائي وأمهم طبعا معاه. عموما يسدد ويقارب، ولما ينزل إن شاء الله يعوضها بقدر الأيام التي فقدت منها. لكن ما لهوش وزر يعني. هيعمل إيه؟ ما هو أنت جبت لنا المشكلة، تقولي ليس له عمل إلا في هذه الدولة، ومصاريف الأولاد كبيرة وليس له عمل في مصر، فهو مضطر للبقاء. وما هو زوجتان، ما يستطيع يأخذ الزوجتين المصريين، الزوجة من أم الأولاد، سيصعب أن تأتي معه الخليج وتترك الأولاد مع البنات ضايعين. فما ينزل إن شاء الله يسدد ويقارب يعوضها. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شكرا. الله يسلمك، نفع الله بك يا عبد العزيز بن عبد الرحمن. دي ضرورات يا جماعة. السنة خالد الراقي، أنت راقي صفة أو راقي اسما يا خالد؟ هو ابتعد عن الرقية، رقية النسوان يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل سؤال يا عم الشيخ. اتفضلي. ما الحكم؟ كان زوجي اشترى بيت مع اخواته وشرط ان هو ما ياخدوش قرض، وقالوا له ان هم خدوش قرض واكدوا. افعل فعل امشي يا عم عبد الرحمن. شيخ شوي للاخوه تحت بس. يا اتضح ليهم ان اتضح لي ان هم اتخذوا قرض. شوف الموضوع بس اتفضل. وبعدين وبعد كده بعد ما بس ايه، هو والصاحب البيت لسه متبجله مبلغ، فهو مش عارف يكمل معهم ويشتريه ولا يرجع في الحكايه، وفي شرط جزائي ب 200,000. لا ثانية، لا مرة ثانية، مرة ثانية. بص يا شيخ، زوجي كان هيشتري بيت مع اخواته. ايوه. وبعد كده ايه، شرط عليهم ان هم ياخدوش قرض.
لا يقترضن من البنوك للشراء. ايوه، فهم خبوا عليه ان هم خدوا قرض. أخفوا على زوجك. أيوه. ايوه، بعد كده بعد ما كتبوا العقد اتضح له ان هم اخدوا قرض، طيب. فهو وصاحب البيت متبقى عليها مبلغ لسه ما اخدهوش. له مبلغ. ايه، له. له مبلغ. ايوه له مبلغ، فزوجي ما عرفش يكمل يعني معاه في الشروة دي ولا يرجع. في شرط جزاء برضو في العقد، اللي يرجع 200,000، شرط جزاء 200,000، وهما مش معاهم 200,000. خلاص، هي ضرورة. خلاص، زوجك ليس بآثم، الآثم هم إخوته الذين غشوه. يعني يكمل. زوجك ليس عليه إثم، لأنه نصح ألا يقترضوا بالربا واقترضوا بالربا من ورائه. وإذا انسحب الآن، عندنا نص أن النبي نهى عن إضاعة المال. أيوه. وفقك الله يا وليد الرئيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما حكم الزوجة؟ ما حكم الزوجة التي يطلب منها زوجها أشياء هي تكرهها في العلاقة وهي ترفض؟ هي الواجب عليها المعاشرة، لكن أشياء ثانية ما ليس له ذلك. يعني هو ساعات بيتفرج على حاجات. خلاص خلاص خلاص، لا توسعي، لا تلوثي الصفحة. هو دعا زوجها إلى فراشه تطيعه في الذي له، ما وراء ذلك من الأشياء التي تتقزز منها النفوس لا ليس بواجب عليها أن تطيعه. مشكلة الآن في الشباب الفساق والأزواج الفساق الذين يتركون نساءهم نساءهن الحلال وينظروا إلى الأفلام الإباحية وإلى المناظر الإباحية على القنوات القذرة الدنسة، ويطلب من الزوجة أن تفعل كما يفعل في الأشياء القذرة الدنسة. ليس على الزوجة أن تطيعه، لا يجب عليها ذلك أبدا. وللأسف في رجال عياذا بالله اتسموا بالقذارة، يتركوا الزوجات الحلال ويتجهوا إلى القنوات الإباحية الساقطة، يملؤون بصرهم من القاذورات ويأخذون شهوتهم في الحرام ويتركوا النساء الحلال ويعرضوا النسوة للفتن. يتق الله، هؤلاء رجال اجتزأوا بالفضائيات المحرمة وبالقنوات الإباحية ففعلوا الفواحش عياذا بالله وتركوا النسوة الحلال، ويأتي يطلب زوجته أن تفعل القذورات التي تبث في هذه القنوات الساقطة الهابطة. ليس على المرأة طاعته في مثل هذا الذي تتقزز منه النفوس. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، لو سمحت لي سؤال. اتفضل. انا ابني خاطب، كان خاطب يعني، وابو خطيبته جابه وقعد يتكلم معاه وقال له، شتم يعني، عاب فيا وساق فيا، انا شتم فيا وقال له امك مش امك وكده، فابني حزن ومشي ورجع بعد كده. ايه، قال لي لا ده انا مش هكمل، وفعلا ما كملش ورجعت شبكته كده، بس هو حاليا عايز يرجع تاني، فايه راي حضرتك؟ لا، كانت شتيمة شديدة يعني؟ يعني ابو، يعني امك ست مش كويسة وامك مشاكلها وانت راضي عن تصرفات امك وحاجات كده. وانت كده صح ولا غلط؟ لا والله انا ربي اعلم بيا، ربنا اعلم بينا يا شيخ مصطفى. لا انت طيبة. عظيم، ربنا اعلم. طيبة. انا ما اعرفش، هو ظلم ويعني ظلم بين، وقال له كمان مش وحشة في السلوك، وحشة في المعاملة، وفين عماتك وانت مش متصل بعماتك ليه؟ انتوا مش عيلة، حاجات كده تدخل. لا لا، فين عماتك؟ استني يا اختي، انتظر. فين عماتك؟ ده يحب ان يواصل عماته، يمكن يظن ان امه هي اللي متسببة في قطيعة الرحم بينه وبين عماته. بس هو بقى هو بيوصل، عايز يوصله لكده، بس هو مش كده اصلا يا شيخ مصطفى. انا زوجي متوفي وعلاقتي كويسة جدا باهل زوجي الله
طب ممكن تصلحوا المسائل وتجلسوا جلسة، الواد بيحب البنت، هتحرمي من حاجة؟ البنت بتنقل الكلام يا شيخ مصطفى من اهلها ليه، ومنه لاهلها، فده ما كانش عاجبني. بس طبعا ما قدرتش اتكلم، وقلت عشان ما يقولش امي السبب. هو جه في يوم قال انا عايزك، وفتح بقى مواضيع لا ليس لها حدود من في الكلام في كتير، طيب وفي اخلاقياته هو وي وي، واتحشر في حاجات ملوش. بس خلاص الله يسلمك، اجلسي مع ابني جلسة وداد وتصافي كده، وشوفي الموضوع واسألوا الله يقربكم أن يعني يوزيكم. هيرجع لها؟ أنا ما أعرفش يرجع لها ولا ما يرجع لهاش، أنا أعرفها ولا أعرفك ولا أعرف ابنك. طب ما أنا بقول لحضرتك، يعني هل أنا هو كده قسم ولا عمل ذنب؟ خلي ابنك يكلمني يا أختي. طب خلاص. السلام عليكم. النسوة يلحن بالكلام أحيانا. اتفضل اتفضل. نعم يا حبيبي، ارفع صوتك كده خليك رد. حاجة للشيخ الألباني. نعم. أنت قبل كده للشيخ الألباني بقول للإمام طيب من سمع الله. والله يا أخي الكريم صوتك ما هو واضح، ويليتك توضح الصوت ولا تذكر أسماء. أحبك الله يا مصطفى بن محمد. ما معرف أهلنا الأحرار بمصر، ما معنى الأحرار؟ يعني الأحرار لغة ثورية، يعني ما معنى الأحرار؟ اسم أحسن. أهلها الصالحون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله طيب يا رب دايما. شوف مصطفى، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا زوجتي كان حصل مشكله ما بيننا قبل كده، بسبب ان هي كانت بتفتح برنامج معين من على السوشيال ميديا زي الواتساب والفيسبوك والكلام ده. وبعد حلفت عليها وقلت لها في برنامج معين ما تشغلهوش وما تفتحيهوش، ولو انت شغلتيه وانا مش موجود، لان انا عرفت ان هي بتشغل البرنامج ده وانا مش موجود، لان انا بسافر كتير للشغل. في حاجات محرمة يعني وحشة؟ في تخالط، يعني هو برنامج محادثات ما بين ناس وبعضيها، هما ما بيشوفوش بعض ولا صور بعض، بس بيبقى فيه كلام اللي هو صوتي. نعم. فقلت البرنامج ده ما يتفتحش تاني، وحلفت عليها قلت لها لو فتحت البرنامج ده وانا مش موجود او ما اعرفش تبقى انت محرمة عليا. ايوه. جه بعد فترة حصل مشاكل ما بيني وما بينها، وراحت قعدت عند اهلها 5 6 ايام، عرفت ان هي فتحت البرنامج ده عن طريق الخطأ، يعني انا عرفت ان هي يعني هي غلطت وانا عرفت ان هي فتحت البرنامج. واحنا دلوقتي الموضوع كفر كفرت يمين. كفرت يمين. بس برضه تأدبها حتى لا تفتح هذا البرنامج القذر. حتى لو هي عملتها. لا انت خلاص تتخذ موقف الان، مثلا هنقول تهديد، لكن الان اسلك مسلك جدي فيها. انت تريد تحافظ على زوجتك واهل بيتك يا مولانا، دي ثاني مره تعملها. خلاص انت ابصر بطريقه التهديب، اما كحكم شرعي افدتك به. كفر كفاره يمين، اما طرق التاديب الامر فيها واسع امامك، تنتقي الذي يقربكما من الله. السلام عليكم. نعم. بيان للامام. نعم. للإمام. الإمام ماله الإمام؟ مأموم يقول مثل الإمام، فكان ده عليه سنة مكتوبة وزمان الكلام بتسليم. يا حبيبي صل على النبي كده، فهمني أنت تريد إيه السؤال؟ للمأموم يقول مثل الإمام حمده، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد؟ أو يقول اللهم لك الحمد؟ لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي قال إذا كبر فكبره، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طب السلام بالسلام يا شيخ. ها؟ أقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، هل برضه يسلم المصطفى؟ كل هذه الزيادات فيها ضعف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فيها ضعف. النبي كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، هذا الأثبت عن رسول الله. أما في
هل الإمام يتابع المأموم يتابع إمامه في نفس الصيغة؟ ليس له ذلك، الأمر فيه ساعة يعني. خلاص يا حبيبي، الله يسلمك، جزاك الله خيرا يا أم فهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم من الله. ربنا يجزيك عنا خير. يا رب وإياك. كنت بسأل حضرتك، كان في شغل متقدم لي، أو أنا متقدم لشغل يعني، إن هو هيبقى تبع شفرات الحلاقة ومكنات الحلاقة وكده. شغل تبع شفرات؟ هيبقى بشتغل فيه فن صيانة. الماكينات اللي بتجمع وبتعمل شفرات الحلاقه مش يعني شفرات الحلاقه دي مش تعمل في الخير والشر ولا كلها شر؟ في الخير والشر بيزن. خلاص لا بأس. والمكنه برضو نفس المكنه، نفس الكلام، الشفره وبيعمل المكنه نفس الكلام. نفس الكلام، نتوكل على الله ونقبل ان شاء الله. الله يعينك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى، بالنسبة لو واحد لحق صلاة الجنازة ولم يعني فاتته الركعات الأول، يقضي ما فات. أيوة. محمد بن ممدوح وجزاك الله مثله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. كيف دلني على عمل او قول او دعاء اذا قلت او عملت يتحقق لي او يستجاب او يساعد على سرعة الاستجابة الدعاء؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام عليكم. اللهم اني اعوذ بك من دعاء لا يسمع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. خمسة طب الشيخ كنت لسه فينا، كنت بسأل حضرتك ما هي الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يأخذ بها 10 درجات ويمحو بها 10 سيئات، الحديث يعني. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا ملك ولا الحمد على كل شيء قدير. أي ذكر اللي هي صفة الصلاة. كبر وهلل وصل على النبي واستغفر واحمد الله. سمعني شيخ، انا بكلم حضرتك ايش معنى صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاه على النبي، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يعني الصفه اللي انا اخذ بها، يعني من صلى علي صلاه واحده صلى الله بها عليه 10، لم تاتي مفسره. في عدد كبير من الصلوات على النبي، اذا قلت اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واله تحققت، اللهم صل على رسول الله تحققت، صلوات الله وسلامه على النبي محمد تحققت، صلى الله عليه وسلم تحققت. نعم نعم، يعني ليس يعني ما فيها نص محدد، ما فيها نص، انما اللفظ من صلى علي واحده صلى الله بها على 10. تفسير الصلاه هنا عده صيغ. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عبد الرحمن، بس سيب كده اللزق ده مفعول وانتهى، بعد كده بعت لنا لزق تاني. ماشي. السلام عليكم. لا خلاص وقت تاني. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بخصوص والدتي يا شيخنا، اللي كانت قاعده معايا يعني، وهي توفت من حوالي 15 يوم. الله يرحمها. هي كانت قاعده معايا بقالها يعني 5 سنوات بعد زواجي يعني. فهل في حاجه معينه اقدر اعملها بحيث ان انا تصدق عنها؟ اذا كان عليها صم صمته عنها. ادعو الله لها، استغفر الله لها، تعتمر عنها ان استطعت، تحج عنها ان استطعت. بارك الله. تصل من كانت تصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد موته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب والحمد لله، لله الحمد والشكر. ربنا يبارك في حضرتك. أنا زي كنت في حج السنة دي
ورحت وصلنا العربيات ما جاتش، فدخلنا مشينا من المزدلفة قبل عرفة باتنين كيلو، كانت معايا أختي، فأختي وقعت وقع شديد، اضطريت إن أنا أنقلها لغاية عرفة. لقينا في يافطة بتاعت بداية عرفات. لقيت إيه؟ اليافطة مكتوب بداية عرفات. طيب. عديت كلمة يافطة بداية عرفات دي وعديتها حوالي 500 متر، قعدنا على الأرض كنا واقعين. لقينا عربية إسعاف خدتها فيها، قعدنا يعني عند بداية عرفات بعد منها ب 500 متر، قعدت أنا وهي. وكان طبعا قدامنا العساكر وعربيات الاسعاف وكده. نقلتها بعد كده في عربيه الاسعاف، بعد نص ساعه ما قعدنا في عرفه. حضرتك دلوقتي خرجت بعد كده، رحت المستشفى معاها، كنت في منطقه ما كنتش اعرف ان دي بره عرفه، فانا بقول لهم وانا طبعا محبوسه هناك لان ما اقدرش اسيب اختي هناك، اتخذت هناك وما اقدرش اسيبها. فضلت هناك محبوسه لغايه الفجر بتاع المزدلفه، ما قدرتش اتحرك من هناك وما فيش عربيات، وانا طبعا ما كنتش تبع حج رسمي. فهل حضرتك انا دلوقتي اللي قدرت ان انا اعمله توصلت ان انا يسيبوني اخرج بعربيه ورحت رجعت مكاني في العزيزيه وكملت مناسك الحج، هل كده انا علي حاجه او عليها حاجه؟ والله يعني طبعا انتوا لم تبيتوا بمزدلفه ولم تصلوا فيها مغرب ولا عشاء. لا لا لا، كنت في حاله ضروره، وكمان كان زوج اختي موجود معانا توفاه الله في الطريق، فكانت حالتي النفسيه سيئه ومش قادره اعمل اي حاجه، لان انا كنت محبوسه في المستشفى دي اللي هي موجوده عليها في شرق. يعني زوجها مات ايضا معاكم؟ لا، واحده ثانيه، كان زوج اخت ثانيه معايا توفاه الله برضه في نفس الطريق. على كل ان ذبحتم دم احوط لكم. بالنسبه لها هي ذبحت لها هناك، لان ثاني يوم ما قدرتش اوديها ابدا تقعد في منى، بس انا ما ذبحتش. ارسلي معاكي فلوس؟ نعم؟ معاكي فلوس؟ معايا فلوس. ارسلي اي واحد يسبح لك دم في مكه. طيب، هل حتى ما ان كنت انا في شبه انا هعمل كده ان شاء الله، بس انا بسال الحج صحيح كده؟ ان شاء الله. طيب الحج صحيح، والاحوط ان انا وقفتم زمنا في عرفات، هذا المهم. انا خدت نص ساعه في عرفات بس، كانت وهي كانت في حاله غيبوبه تقريبا، اتنقلت المستشفى ما فقتش. الحج صحيح، عليكوا دم. عليها دم وعليا برضه، مش كده؟ ايوه. حتى لو كنت انا في حكم المعذور. بس انتم ما بيتوش خالص في مزدلفة. بس ولا بيتم ولا ساعة ولا وقفتم ولا صليتم. لا 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 نهائي. أصمين. خلاص كده احوط لكم في دينكم. احوط لنا. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. انا تم كتابي تم كتب كتابي على وفي فترة قبل الزواج تم يعني حصلت علاقة بيني وبينها. لكن انا كان تم كتب كتابي اصلا، هل ده حرام ولا حلال ولا في كفارة عنه ولا ايه؟ بعد العقد. تم العقد. يعني كان الكلام ده بعد العقد؟ بعد العقد. على أي حال الآن خلاص هي زوجتك، لكن إذا طلقت كل أحكام المدخول بها تنطبق عليك. تمام. مع السلامة. جزاك الله خير. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأوقات الطيبة والساعات الطيبة والختام الطيب اليوم عاشوراء. نحمد الله حمدا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، وهذا القول أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين واسلل سخيم قلوبنا يا كريم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطيق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا من أنجيت موسى ومن معه من القوم الظالمين نجنا والمسلمين والمسلمات في كل مكان من القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وارزقنا حسن التوكل عليك يا رب. كن معنا وكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. يا ربي وكما قال كليمك موسى إن معي ربي سيهدين نوقن بذلك يا ربي إن أنت معنا ستهدينا يا ربي فلا تخيب ظننا ظننا بك حسن يا رب العالمين. انصر يا رب المؤمنين أينما يقولون وحيثما يكونون انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك حب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة وأسعدنا بكوننا سامعين مطيعين لك. أسعدنا بصلاحنا وصلاح أزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.